أنقذ شابان سوريان يوم الأربعاء الماضي رجلاً تركياً من الغرق في البحر عندما كان يسبح في ساحل قرطاش بولاية أضناء التركية. الشابان محمد غازي مشنوق من مدينة حلب وإياد جليدان من حمص استطاعا إنقاذ التركي في اللحظات الأخيرة. وقال مشنوق لتلفزيون سوريا أن رجلين تركيين امتنعا عن إنقاذه بسبب بعد المسافة التي كان يسبح فيها وتيارات البحر القوية، مؤكدا أن ما فعلاه واجب إنساني تلقيا الثناء عليه من أقارب الرجل والأتراك الذين كانوا في المنطقة. رح يكون معنا اياد جليدان من اضنا ومحمد غازي مشنوق. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. يعطيكم العافيه. الله يعافيكي. بدنا بس تحكوا لنا انه كيف صارت الحادثه بالضبط. والله يا انسه نحن كنا عم نسبح على الشاطئ. فشفت بنت جاي من جوا. انا ما خطر لي اني معه ابوها. فالبنت تنزل وتطلع، ما استجري اقرب عليها، اخاف. صغيره يعني البنت؟ تعرف عمرها شيء 11 سنه. 11 12 سنه. تمام. ما يعني ما يجيني اني اقرب عليها، اخاف. تخاف من شو؟ بعدين اخاف من اني مثلا يقولوا لي عم بتحرش فيا او شيء من هال. تعرف انت هون يعني عنا ما شاء الله. فالمهم راحوا شابين الاتراك طالعوها. وعم بتقول لهم هي بابا بابا بابا. طلعني لجوا، طلعت لجوا جنبي اياد. طلعت لجوا، الاب بعيد صار. بعيد علي كثير. راح شاب من هدول الشباب الاتراك ما حسن. رجع لحقوا الثاني، فهذاك اللي كان رايح اول واحد رجع اجى قال له لا تروح لهنيك، صار مسافه بعيده. طبعا هو عم بيحكي معه بالتركي. طب الاب كان عم يصرخ ولا خلص انه ما عاد شفتوه ابدا؟ الاب ما عم بيفتح تمه بشي طاول ابدا. ما عاد بين. طيب اياد خليني احكي مع اياد، يعني لما شفتوا هذا المشهد انت دغري هيك زتيت حالك بدك تنقذه ولا عاد فكرت شو بدي بهالقصه ولا كيف صارت معك القصه؟ والله يا استاذ انا كنت بعيد عن غازي ولا عم يصرخ لي غازي. جيت لعنده قلت له شبك؟ قام اشر لي قال لي بدنا نجيب هداك عم يغرق. قلت له شلون عم يغرق؟ قال لي ساحبه التيار. والاتراك معتذرين منه بالتركي والتركي معتذرين منه ما قدرانين معتذرين منه ايه ما قدران يوصلوا له. اعتذروا منه ورجعوا انه نحن خفنا ما بنقدر نروح لعندك. عافوه ورجعوا. هون سمعوا الغازي قال له شبه؟ قال له التيار ساحبه لجوا. نحن ما بنصير جنفوت يعني خفنا، هاي المنطقة خطرة هون. يعني فيها مشاكل ما خرج نفوت. حتى الدولة يعني مسجلة ورقة جوا انه على الحجر انه لهنيك هذيك المنطقة خطرة ممنوع الاقتراب. تيار ساحبه لجوا لبعد الحجر. طلع غازي قدامي لحقته انا. جبنا والحمد لله رب العالمين وتمينا راجعين. بتسبحوا منيح اياد ومحمد؟ اكيد ما كانوا رجعوا بيسبحوا منيح. طبعا الحمد لله بنسبح. لا انه اي حدا بده يفوت بموضوع التيارات يعني مخيف، يعني اذا ما كان يسبح يعني بهي الطريقه هي خطر. ان الحكومه التركيه حيطلع حجر مشان ما حدا يعدي الحجر. تمام. من عند الحجر صار في غميق، صار شيء 20 متر من 10 ل 20 متر تقريبا. طيب وتعرفتوا بعدين على اهل الشاب وعائلته؟ والله يا انسى نحن ما تعرفنا، جينا ميتين يعني. الله من عنده سبحان الله انقذكم. ان عمر الكون يعني ما بحسن بقول لك غير هيك ان رب العالمين. طب شو كيف كان شعوركم انتم بضمن هذا التيار وعم تحاولوا تنقذوا هذا الرجل؟ والله سبحان الله انا حكيت مع رب العالمين. والله قلت اذا لي عمر بدي ارجع، مالي عمر يا رب خلص ما عاد هي اخر ايامي يعني. وطلع بكامل صحته يعني ما كان بالي عن مي او في اثار عليه؟ لا 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 الامور تمام الحمد لله. معه مثل لاستيك صغير تبع اولاد، هي اخته بنته بعدين فضحنا ان اخته بنته بتعرف تسبح بس هو ما بيعرف. البنت تركت. طيب بعد ما طلعتوا وصلتوا على الشط الناس شو كانت رده فعلها؟ الناس شكرونا وبتعرف انت
يعني الله رازوسه من الحكي و... يعني كثير شكرونا الشاطئ كله والله. ونحن كمان بدنا نتشكركم بدورنا ويعطيكم ألف عافية والله يكثر من أمثالكم مثل ما بيقولوا. شكرا إياد جليدان ومحمد غازي مشنوق، كنتوا معنا من أضنة التركية. ألف شكر لك، نهاركم سعيد. أهلا أستاذ. وعليكم السلام.